بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، طبعا الانتخابات النيابية الرئاسية المبكرة هي مرحلة انتقال نوعي في اليمن، وإن شاء الله أنها تكون سفينة النجاة لهذا الوطن للخروج من المأزق اللي فيه. طبعا قبيلة أرحب أو دائرة 228 مثل غيرها من دوائر اليمن، إن شاء الله أنها سوف تمر فيها الانتخابات بسلام وباطمئنان وبكذا. فأبناء هؤلاء القبيلة هم أكثر من يروا في هذا المرحلة هي مرحلة الخروج من هذه الأزمة، ويروا فيها مرحلة نوعية من أنواع التغير السلمي الذي طالما سعوا إليه. طبعا لا يزال بعض القصف موجود في المنطقة، ولكن نحن في اللجنة الأصلية مع التعاون مع الإدارة المحلية والمجالس المحلية نسعى بكل قصور جهدنا إلى أن احنا نحقق أكبر نجاح للعملية الانتخابية، بحيث أنه معنا بعض المراكز المتضررة من ذلك سوف نجد إن شاء الله ما وسائل تسعى يعني تمكننا من تحقيق النجاح لهذه العملية بإذن الله. الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم وطني ويوم تاريخي في التاريخ، ويوم أثبت اليمنيون حكمتهم اليمنية إقبالهم على الانتخابات بشكل عام، ولا تفريق بين أحزاب سياسية، بل الناس الجميع كأنهم أخوة وعرس ديمقراطي لا مثله في التاريخ. في هذا اليوم انتفضت قبيلة أرحب من أقصاها إلى أقصاها، رجالها ونساءها، لتعبر عن رغبتها الجامحة في إحداث التغيير نحو بناء يمن جديد. الملايين العطاش المشرئبة إنها تقتلع الطاغي وصحبه، ها هو الشعب صحى من خطبه بينما الطغيان يستقبل خطبه. ولأننا في أرحب حالة استثنائية نالتنا يد القدر والخيانة بآلة الحرب التي اشتراها ذلك الظالم السفاح من مال الشعب ومن سلاح الشعب، فإننا اليوم كلنا جميعا خرجنا بجميع أطيافنا وألواننا السياسية لنعبر عن رغبتنا في إزالة الظلم والفساد، وكذلك في بناء يمن جديد يسوده الحب والمساواة والمواطنة الصالحة. نحن هنا في ساحة الانتخابات نحقق للشعب اليمني أول هدف، وطبعا هذه الانتخابات هي للرئيس المقبل عبد الرب المنصور هادي، ولكي نغير الأوضاع من سوء إلى حسن. وهذه هي الانتخابات تعنينا إلى مستقبل أفضل، ولكي نحقق أهدافنا، وهي أهدافنا هي المستقبل الجديد والأفضل والازدهار، ولكي نعيش في أمان وأمان. ونقول لهم نحن من هنا من أرحب نحقق لكم ما تريدون، ونحن لا نخاف، وقد اجتمعت هذه الحشود الكبيرة من أجل أن نغير من الظلم والاستبداد إلى العدل والمساواة. لله الحمد ولله الشكر، نجحت الثورة على سلامه، والله يحفظ الرجال، والله يحفظ الدولة الجديدة، والله يجمع شوهم ويحفظهم ويدحنا من كل شر رب العالم. إن قصرنا في ظلم وفي أهانة، قد تبقينا على كل أرض، صلتنا جهالنا، تعبنا في الجروح، رب يمنا في بلادنا بقدرته ورحمته وجاهد أمره. شعبك في خراب، يكفي حياة مرة وصعبة، كل لين يقفل دفتره والحساب ويطلق النياه لربه.
صاحبه ويسود قانون الثواب والعقاب على الجميع كرسي ورتبه يا شعبنا.